دلوقتي هنبدأ مع أول تحدي، وأول تحدي هيكون مع ساندرا علوش من سوريا ومروة شهاب من المغرب. أكيد الأعصاب متوترة والحماس بيزيد، يا ترى ما بين ساندرا ومروة مين اللي هيقدر يكون في أمان؟ ده اللي هنعرفه من التحدي الأول. منافستي لهذا الأسبوع هي ساندرا، شطارتها بحال عزفها، تعزف بقوة، ولكن أنا كنتحداها. مثل ما الوتر رقيق، أنا بحب اللحن الحساس. مروة تعزف على وتر قاسي، بس مع هيك ما رح تخليني أفقد تركيزي. أنا قدها وأنا قد. أهلا بكم، أهلا بكم في جولة على بعض عناوين الصحف لهذا الأسبوع. في أول حوار له مع صحيفة عربية، أوباما للشرق الأوسط ملتزمون بأمن الخليج. أما في الملف السوري فقد عنونت صحيفة البناء سقوط تلة موسى قلب القلمون يفتح باب أمن عرسال. من جريدة الأخبار اللبنانية، داعش على أطراف تدمر الأثرية وتخوفات من كارثة دولية. في السفير، الفاتيكان يعلن رسميا اعترافه بدولة فلسطين عشية ذكرى النكبة الفلسطينية. أما في جريدة الدستور المصرية، الجيل الخامس للحروب، تكنولوجيا المعارك الافتراضية. من الدستور أيضا، باسم يوسف يقدم جوائز إيمي العالمية. ومن عالم السياسة إلى ملاعب الرياضة، وخبرنا من القبس الكويتية بعنوان نهائي أبطال أوروبا، العضاد يلتقي بضحيته. نأمل أن يتملك سواريز أعصابه هذه المرة مروة. أما العنوان الأخير وهو موضوع نقاشنا لهذا اليوم، رحلة سورية، لعبة تحرج البي بي سي وتثير الغضب ضدها. فبعد إطلاقها لعبة على موقعها الإلكتروني، تمكن اللاعب من خوض تجربة اللجوء إلى أوروبا، واجهت البي بي سي انتقادات لاذعة، حيث قال كريس ووكر خبير شؤون الشرق الأوسط أنه في خضم واحدة من أعنف الأزمات في الشرق الأوسط وهي الأزمة السورية، قررت هيئة الإذاعة البريطانية تحويل المعاناة الإنسانية لملايين الأشخاص إلى لعبة للأطفال. سنستقبل ضيوفنا، لكن بعد أن نستعرض الملف الاجتماعي مع مروة شهاب. إليك مروة. شكرا ساندرا. ننتقل الآن من الأخبار العالمية لأخبار اجتماعية حول المرأة، جمعناها من مواقع إلكترونية مختلفة، ونبدأ مع هذا الخبر. في ظل إمكانياتها المادية المحدودة، أم عبقرية تنقذ رضيعيها من الموت بوضعهما في أكياس الثلاجة بعد أن أنجبتهما قبل الأوان. دائما قلب الأم يفاجئنا بما هو غير متوقع صراحة. من هذا الخبر ننتقل إلى الخبر الثاني، والذي يشير إلى أن مستشفى في الصين يمنح الرجال فرصة اختبار آلام المخاض. وفي لبنان، رجال يتلمسون العنف ضد المرأة بكعوب عالية. على الصعيد الفني، سمية الخشاب تدخل موسوعة جينيس لارتدائها فستان زفاف مرصع بالألماس. ويسرى تؤكد أن ملك المغرب هو من أكثر الشخصيات التي أثرت في حياتها. أسر ليبية تبيع بناتها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش مقابل الحماية. وأخيرا، أفغانية بزي مدرع احتجاجا على التحرش. على ما أظن هذه هي آخر الحيل التي اضطرت النساء للتوصل إليها تصديا لأي نوع من أنواع التحرش أو الاعتداء على أجسامهم. كان هذا كل ما لدينا في الملف الاجتماعي الخاص بهذا الشهر. ابقوا معي أنا وساندرا لمتابعة المزيد من العناوين مع ضيوفنا. شكرا ساندرا، شكرا مروة. لجنة التحكيم، في أي تعليق على أداء المشتركين؟ ريهام توني. إذا بتحب. لا توني أنت الأول. أنت الضيف اليوم. لا بالعكس. لا أنا دبسني، تفضل.
أنا بس لأني سمعت ساندرا الحلقة الماضية بآخر الحلقة عم بتقول أنا مستنية الوقت اللي أنا بدي أقدم فيه أخبار بفارغ الصبر، صح؟ صحيح. قلتي هاي ليست أخبار، هذا برنامج صحافة. فأنا لما سمعت هذا الكلام صرت أنا كمان مستني شوف ساندرا إنه شو بدها تفرجينا بهيدا المجال بالذات. كيف لقيت؟ لا شك إنه اليوم اثنينهم يعني ما بعرف حطيتون مع بعضهم ف رح تسببوا لنا إحراج كتير كبير لأنه اثنينهم ممتازين، بس اللي كنت منتظره من ساندرا كان أكتر. اللي وعدتينا فيه حسيت حالي بدي أشوف أكتر. هو ما كان لدينا المجال الكبير لحتى نعلق على الأخبار، كان المفروض إنه نحنا نقرأ على. لا أنا عم بحكي طريقة الأداء. بس اثنين ممتازين. أنا بتخيل كل المشتركين ممتازات رح تشوفون اليوم. نعم تفضل. لا تفضلي طبعا. ساندرا أنت قوية ومتمكنة، يعني ما كتير بدك شهادة منها. الأخبار اللي قلتيها اليوم منيحة، شوي عندي كان بالمخارج الحروف مثل الجيم مثلا لازم نلفظ اللام قبلها، يعني هدول هيك تفاصيل بيترجلجوا بعدين، يعني منهم كتير مهمين، بس كنت جيدة. مروة كنت مزيانة بزاف، وخاصة بانتقاء الأخبار، يعني كانت أخبارك اللي انتقيتها ملفتة وبتثير الاهتمام وفيها شيء من الغرابة، فالإنسان إلا ما ومتنوعة. يمكن أكثر ساندرا رحتي باتجاه واحد السياسي، كانت متنوعة وملفتة للسمع وللإنسان. نحن اتفقنا أنه كمان ما نمللكم وناخد كل واحدة عناوين صحف باتجاه مختلف. تركت لها السياسة لألها وأنا أخذت الاجتماع أقرب لي منها السياسة، لكن الاجتماع كان منوع وفي قصص هيك غريبة حلوة. على كل حال على هذا الأسبوع المشتركين هن اللي نقوا المواضيع وهن اللي قدموها بعكس اللي كان عم يصير بالأسابيع السابقة. أنا شايفة إنه هما الاثنين كانوا كويسين، وإن صح إنه كل واحد لازم ينقي الحاجة اللي هو حبيبها واللي هو حاسس إنه هو هيقدمها كويس. أنا شفت إن ساندرا قدمت يعني الفقرة بتاعتها بشكل جيد جدا، وأنا سعيدة وأنا بشوفها. نفس الحكاية مروة، الحقيقة أنتوا الاثنين كنتوا هايلين. ساندرا الحقيقة أذهلتيني، لأن أنا ما كنتش متخيلة إن ممكن مشتركة تقرأ أخبار بطريقة هايلة كده. ده بجد ويمكن ده فعلا أنا ما شفتكيش في حاجات تانية، لأن بس بجد ده أنت أكيد حباه لأنك لايقة فيه قوي وبتعمليه بجدارة. بس وأنت بتقولي الأخبار خففي من ابتسامتك شوية، لأن أنت عارفة الواحد لازم يبقى حيادي وهو بيقول الخبر في الأخبار، ما ينفعش يبقى مدي ابتسامة. يعني مش معقول تبقي فرحانة أن أوباما عمل أو زعلانة أن سوريا، فاهمة قصدي؟ مروة كنت هايلة برضو، بس أنا حاسة أن كنت مناطنس شوية في الأخبار، يعني كنت بتقولي قصص والقصص مختلفة. أنا كنت حاسة أن هما قصة واحدة، يعني بتقولي خبر سمية الخشاب وهي لابسة الفستان زي بالضبط الأم اللي حاطت البيبي بتاعها في كيس. أنا لازم يعني أحس القصة منك في الاجتماع بالذات، يعني الخبري في الأخبار لازم ما أحسش إحساس، لكن الاجتماعي لازم أبقى بتنقل معاكي من القصة للقصة بتون صوت بإحساس مختلف عشان أنت هتسليني أكتر. يعني شكرا لجل التحقيقين. هلأ بطلب منكم حطوا العلامات للمشتركين، وبدي أرجع أذكر أنه هذا الأسبوع على عكس الأسابيع اللي مرقت المشتركين هن اللي اختاروا الموضوع اللي حابين يحكوا فيه، وطبعا أعدوا فقرتهم وعم يقدموها قدام اللجنة. مين رح يحصل على العلامة الأعلى ومين لا، لحظات ونعرف. طبعا نحن بانتظار نتيجة لجنة التحكيم تظهر معنا على الشاشة مين، هل ساندرا أم مروة هيحسوا بأمان كأول مشتركين اثنين أو مشتركات بحلقة الليلة. بلشت تظهر النتائج. مروة طوني أعطاها 18، ليلى 17، ريهام 16، ليلى عطت ساندرا 18، طوني عطى ساندرا 17 مظبوط. فإذا ظهرت النتيجة ساندرا 70 مروة 68. مبروك ساندرا، فيك ترتاحي، هارد لك مروة. علاماتك قليلة وبالتالي عندك أقل من ساندرا بشوي، وبالتالي عندك تحدي تاني. فإذا مروة